كنت يحسدون عشان تسكت. لا لا انا بسنو هو بطريق. دحيت وياي بطريق بطريق طبعا مو من بصفي جاي اشوفه بالخارطة. لا مصطفى ده القى خوش ديب رح اموت انا داش يا اخوي. اوه ها دايموند دايموند. لا 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 فهم فهم ابد ابد فهم. الله يستر. اوف اوف سلام 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 حالة طارئة. اوه ماي جاد. ها انت وينك؟ والله ما ادري في الاستاد. يا الله انت جاي اصلا قاعد يطلع لي بالله تدري؟ عاد مصطفى لا تحكي معه فورتشن. شوف ايش قاعد طلع لي. انا شايف هنا في طريق جديد. شايف ان شاء الله ان شاء الله اقل شيء الماس واحد ابغى الاقي لانه في فورشن ما لقيت هنا. والله هذه الحلقه شكلها بتكون اسمها نحس الالماس لو ما لقيت الماس. اوه اوكي اوكي احط اوبسيديان لقيت الماس فينه. يا سلام يا سلام يا سلام. والله المفروض هنا ليه ظلام؟ خلينا نور المكان بسرعه. والله المفروض اصلا الاقي الماس من زمان. والله تاخرت وانا الاقي الماس يعني المفروض من بدري. ادور المكان ان شاء الله يكون فيه الماسين. شكلي من انا متاكد حضيع. فايب هذا الماس الاولى كم نزل؟ واحد. الماس الثاني الماستين نزلت. يا سلام. طيب صار عندي الحين اربع الماس. هذه يا سلام صار عندي ثمانية الماس. هذه واحد الماس. اوه 13 الماس. يا 17 الماس. لا 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 لا, لا. والله الفورشن مره مفيد. والله الفورشن مره مفيد. طيب اشوف هذا المكان قفر الطريق. والله هذه المنطقة مرة واسعة الحمد لله. والله لقيت 17 الماس يعني خلاص يعني تقريبا كنت حفقد الامل اني ما لقى الماس. تخيلوا بعد عذاب بعد مشقة طويلة يجيني دايموند جولد. بعد كل العذاب يجيني انت يا الجولد. دايموند يا رب. هو اللي ساعة مدور اللي ساعة مدور واخيرا فرجت فرجت يا شباب فرجت. خلونا نشيل المي خلونا نشيل المي. فرجت 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 فرجت. دايموند يا الغالي يا الغالي اللي ساعة ناطرك يا الغالي. يا حب انك بس طول بالكم. خلوني نخلص من اللافه الموجوده هون. مو هون موجود لافه ممتاز. هون موجود لافه خلونا نخلص منه قبل ما بلش بالدايموند. بس خلوني اتخلص من اللافه مشان لموت لانه هلا ما صار معي بلاوي دايموند. ما بدي اتخسر اي يعني ما بدي اعمل غلطه اندم علي بعدين. نحط المي هون حلو نرجع نشيل المي يلا بسرعه بسرعه حلو. هلا الامور بخير وهلا برجع لعند الغال هلا برجع لعند حبيب الروح هلا برجع لعند الملك اللي ساعة ناطرك يا الغالي اللي ساعة ناطرك. والله 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 ها شوفوا معي اللي مصور 21 دقيقة على فكرة اللي 21 دقيقة بس مصور. فكرت حالي اللي شو نص ساعة قسم بالله يا شباب اللي 21 دقيقة مدور وما أبحث وبالنهاية بعد طول هالعذاب لا 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 تسكر 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 ايوه. تعال يا دايموند تعال لعند حضني تعال يا بابا يا بابا يا عمري بزمان ناطرك يا بابا يا بابا وينك يا بابا وين كنت يا بابا. في دايموند يا شباب احساسي بيقول لي انه في دايموند. يا تخيل يزبط احساسي كون انا مجنون اذا هلا بلاقي دايموند. مستحيل انا هلا بجلط اذا بلاقي دايموند هلا عن جد. يا رب لا 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 مستحيل 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 مستحيل. كيف 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 كيف. طيب اسمع صوت ما يموت. لا 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 تقول والله قلت شي خرافي انا قاعد ادور كهف. اوكي اوكي حلو حلو حلو.
نتأكد ما حوله شيء. طيب اوكي خلاص خلصنا كله. يا سلام. لقيت الباس يا شباب، والله العظيم اني ما دورت واجد. شوف كيف انا قلت لكم هنا يلا شوي وبرجع لكم. شوف هنا الحين ما حفرت ولا هنا حفرت ولا هنا حفرت، على طول اول ما دخلت هنا كسرت هنا شوي طبعا عشان القى الفحم. وشوف هنا الالماس، اول الماسة اكسرها ولا لا، اكسرها ولا لا. اوه الماسة تحتها. خلنا كسر هنا يمكن بعد نلقى. لا تكفى يلا بعد واحدة. الوطواط يوديك الدايموند. شون زوجاني وصدقته طلع كذب، ماكو هيك حكي. اوكي علاوي، والله يا شباب هذا المكان بي دايموند. اوكي هيك عمق بي دايموند. هولي شيت، دايموند يا شباب، دايموند يا شباب، من اول كيفينج دايموند يا شباب، دايموند يا شباب. قلت الله هو هذا الان اللي شلت ما رايده. لا 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 اه همزين. ايه خلصنا من عدتين الحمد لله والشكر. بس ها اكيد جواكو نار كما توقعت. اوكي 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 هلاف الحمد لله. اخذ الله علينا يا شباب، بس خلي شويه نفكفك بالدرب. اوكي انا ما انتبهت، والله والله غلطه من عندي يا شباب. وين المصدر؟